السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير أم جنان. إن شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحة وبخير وعافية. اليوم جيتكم بوصفة، هذه الوصفة يعني خاصة بالتنحيف، بالناس اللي تعاني من السمنة، الناس اللي تعاني من الدهون والشحوم يعني المتراكمة على القلب تاعكم، يعني المضرة بالصحة تاعكم. اليوم جيتكم وصفة يعني سهلة، مكونات موجودة في أي بيت، يعني موجودة في البيت تاعك فقط، حاجة سهلة بزاف. ولكن قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا، نتمنى من كل واحد دخل عندي جديد القناة أن يشترك فيها ويضغط على جرس التنبيهات لكي يصلكم مني كل جديد لحظة تنزيل الفيديو الجديد. نبداو مع المكون الاول واللي هو النسكافيه. كما تعرفوا ان القهوه تحرق الدهون، يعني عندها مكونات فيها هذوك الكافيين يحرقوا لنا الدهون تاعنا، وكذلك هي منشطه يعني العقل تاعك، ما تخليش الانسان يعني في الخمول، ويعني عندها فوائد. حنستعمل يعني كاس ماء يكون سخون بزاف، راني يعني حطيتها امامكم، يعني لازم يكون سخون. نديرو فيه ملعقتين من النسكافيه، نخلطوا يعني الملعقة الأولى جيدا، نذوبوها ونضيفوا الملعقة الثانية. هنضيف الملعقة الثانية تاع النسكافيه. هنا القهوة نتوما على حسب ما تحبوها، اللي يحبها يعني قطعة بزاف، واللي كاين اللي يبغوا قطعة القهوة ما تكونش قطعة، يعني فيهم اللي فيهم يعني حرق المعدة الاستوما، ما لازمش القهوة تكون قطعة. يستعملوا غير ملعقة من النسكافيه، ولكن تقدروا تستعملوا قهوة عادية نورمال. نرجع المكون الثاني واللي هو الزنجبيل. نستعملو الزنجبيل، كما تعرفوا ان الزنجبيل يعني عنده دور كبير في حرق الدهون. نستعمل لنا نصف ملعقه، ما نستعملو الزنجبيل بزاف، نستعملو نصف ملعقه، يعطي واحد الحراره في هاد في القهوه تاعنا. هاد يعني هاد الوصفه مفيده جدا، لان فيها الزنجبيل والقهوه، هاد المكونين يكملوا بعضهم، يعطونا يعني فائده كبيره عفوا في التخسيس وحرق الدهون تاع البطن، يعني كل يعني الدهون المتراكمه في الجسم راح يرقها لنا هاد المكونات في زوج. بالنسبه هاد الوصفه راح نذوبوا مليح المكونات. احنا هنا ما نحش نشربوها مره، يعني الناس اللي ما تقدرش تشرب القهوه مره بزاف كما راكم تشوفوا، تستعمل يعني راح نستعملوا مكون يعني حلين لنا هذه الوصفه. بالنسبه للناس اللي عندهم عسل حر يستعملوا عسل حر، واللي عندهم حساسيه من عسل حر ما كان لا يستعملوه، واللي ما عندهاش عسل حر تستعمل العسل تاعنا عادي اللي نصنعوا به الحلويات، يعني العسل المصنوع ولا تصنعيه في البيت تاعك عادي نستعملوه، راح يحلي لنا هاد المشروب تاعنا. نستعملو ملعقه فقط، ما لازمش نستعملو السكريات بزاف، لان السكريات هي اللي راهي يعني تسبب لنا هذوك الدهون وتسبب لنا بزاف مشاكل في الجسم تاعنا. كما تعرفون القهوه كذلك القهوه هي تفقد لنا الشهيه. نستعمل ملعقه من العسل، كما قلت لكم تقدر تستعمل العسل الحر تستعمله عادي. نخلطوا جميع المكونات هادو حتى نتحصلوا يعني على خليط. كما تعرفوا انا القهوه هذه انا قطعتها شويه، درت زوج مغارف صغار تاع قهوه، نتوما تقدروا يعني ديروا ملعقه اللي ما تقدرش تشرب القهوه بزاف. بالنسبه هاد القهوه هاد المشروب راح يعني راح تستبدلوه بالقهوه تاع الصباح. بالنسبه لطريقه الاستعمال، هاد المشروب راح تشربوه كل صباح، يعني على الخوا صباح كي تنوضي تشربي قهوه تاعك، راح تشربي في بلاصه القهوه تشربوا هاد المشروب، راح يساعدكم بزاف على يعني نقص الوزن تاعكم والتخفيض من الوزن، خاصه الناس اللي تعاني من السمنه يعني المفرطه. وكما تعرفوا ان هاد الوصفه هاد المكونات كامل راح يفقدوا لنا الشهيه تاعنا، وما يخلوناش يعني هذوك السكريات تزداد مع الوقت وتسبب لنا المشكله تاع السمنه. هذه هي الوصفة تاعنا، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. ما تنساوش تخلوا لنا لايك للفيديو تاعنا تاع اليوم، كذلك ما تنساوش تخلوا لنا الرأي تاعكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.